بعد ما تألق في بطولة أفريقيا بتاعت الشباب 2003 بدأ نادي الزفرة الإماراتي كان عايزه، بعد كده راح نادي إنبي، الأهلي حط عينه عليه. قال لكم هنا إن النادي الأهلي في البيت بقى، قال لكم النادي الأهلي بيفاوضني والنادي الأهلي عايزني وقتها. أيوه ده هو كان على بال ما حد لغاه في الأهلي جه على طول بالتليفون قبل ما ينزل كمان هنا. وساعة نزل بقى هو ده اللي كنا بنتمناه. كنتوا فرحانين بالأهلي قوي. هو كانت روحه في الكوره وفي النادي الاهلي بالذات. حتى ساعه قريبنا ده قال له تروح الزمالك؟ قال له لا انا عايز الاهلي. قال له لا انت هوديك الزمالك. وفضل يعني يحايل فيه وكده. قلت له يا محمد روح وبعد كده ربك هيفتحها بعد كده، هيفتحها وبس. بس حط رجلك. بس هو رغبته الأهلي رقم واحد عنده. الأهلي كان موته في الأهلي، وهو طلبها ونالها. قال أنا أموت في نجلة الأهلي، وهو مات على نجلة الأهلي. هتوحشنا وحتفضل صورتك حوالينا وحتفضل روحك حوالينا، ارتاح في الجنة يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب، يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب، يا حبيبي يا صاحبي. الناس عمرها ما تنسى محمد عبد الوهاب. أنا فاكر برضو من ضمن الحكايات اللي حكاها لي وقت ما كان جاي الأهلي، اللي كان بيكلمه وقتها كابتن محمود الخطيب، وهو اللي بيكلمه، وبعد ما خلاص يعني قال له إن رغبتك، أو محمد قال له يا كابتن رغبتي أجي الأهلي، فقال له طيب شوف بقى طلباتك إيه؟ قال له يا كابتن أنت حضرتك بتحقق لي حلم من أحلامي، فيوم ما الحلم يتحقق هيبقى ليا طلبات؟ قال له أنا نفسي أجي الأهلي بس. دي كان وقتها وقت ما كابتن محمود الخطيب وقتها كان يعني بيفاوض محمد. عايز اخدك برضو لكاس الامم الافريقيه، كانت في مصر هنا وكان الناس كلها والعالم كله بيتابع البطوله، اللي كانت مع كابتن حسن شحات، وكان محمد من اللعيبه الاساسيه في المنتخب. عايز اسمع برضو الفرحه هنا والناس واهل البلد وقت البطوله دي. اقول لك يا كابتن ما كانوش بينامونا. ما كنتوش بتنوموا على كل ماتش. الماتش يخلص ياجوا على الباب امم. ما يفضلوا لحد ما الحاج يتضايق يروح قافل البيت ويقول لهم خلاص هنناموا كده. الناس قاعده عندكم على طول بعد كل مباراه؟ والله ايوه. جينا بعد ما خلصت جينا رحنا راح ابوه دابح عجلين بعد البطوله ووزعناهم لله. ايوه والحبايب كلها جت بقى وجت طبخه وبقت يوكل وجو بالليل خدوه بقت شايلينه بقى ولفوه بالبلد كلها وملك بقى البلد كلها كانت ماشيه وراه. كان بيكلمك بعد كل ماتش المنتخب بيكسبه في التليفون ويقول لك ادعي لنا بعد وقبل؟ والله قبل الماتش وبعد الماتش. قبل الماتش وبعد الماتش. كان بيقول لك ايه او بتقولي له ايه وقتها؟ يعني هو كان يبقى كنت انا بقى بثبت واقول له اقول له شويه حاجات كده تثبيت